السلام عليكم الزلفلاوين، مرحبا بكم، صباح الخير. نتمنى تكونوا جميعا بخير ان شاء الله. اليوم نديرو سكسو تغديو، طعام بالقرنينه كما يسموها في بعض المناطق. ديتكم نحيوها مع بعض باش تشوفوا. الناس اللي ما تعرفهاش، هي تنوض هكذا وحدها، في تنوض وحدها يعني تنبت وحدها، عندها اوراق شوكيه كما هذه، يعني هي في بارتي دو لا فامي تاع لي كاردون، يعني كيما الخرشف. هي اللي ما يعرفهاش طبعا في الجزائر معروفه. دوكا على بالي كان الناس يقولوا لي نتوما تاكلوا الشوكي اكسيتيرا، بصح نقول لكم هذا الطبق بسيط، رغم انه بسيط بنين بزاف بزاف بزاف. هذه هي كيما هذا الخرشف، بصح هي صغيره عندها اشواك. فوالا شوفوها، نحيوها بهذه الطريقه. قلت لكم بسيط جدا هذا الطبق، بصح بنين بزاف. نتمنى تقولوا لي في المنطقه تاعكم كيفاش تسموها، على في على حد علمي هذا الطبق خاص بمنطقه القبائل. الان نحيوا له هذا الشوك بهذه الطريقه. نقول لكم اللي ما يعرفوش كيفاش، يعني نديروا هكذايا ونحيوا الشوك. بالنسبة لواحد التعليق جاني من واحد المشتركة ولما نعرف، يعني علقت قالت لي حبيت يعني نرجع عليها هكذا برك. قالت لي علاش يديك كاملين مخبوشين، وما فهمتش يعني ما عجبوهاش يدي. واقيل نقولها يا اختي تو سامبلومون انا يدي نخدم بهم، هذه دو ان مانيش دايرتهم في القطن، راني نخدم بهم. ندير يعني انتيا كي راكي تشري، بالك انت تشري الثوم ب80000 والربطه تاع الحشيش في صيف في رمضان تشريها ب3000، ولا انا راني نديرهم في الجاردان تاعي على بها، راكي تشوفي يديا مخبوشين وكامل. وثاني كي انت كي راكي عايشه الاميرات، ربي سهل عليك، حنا نخدموا بيدينا، ما راناش دايرينهم يعني، وما عنديش الوقت نروح للمانيكير والبيديكير كيما انتيا. هذه دو ان اي دو دو، الى انت كي تدخلي القناه تدخلي باش تستفيدي، الى عجبك المحتوى مرحبا بك، اذا ما عجبكش روحي ديزابوني، الله يسهل عليك. نتوما علاش تزيدوا ديروا لي كومونتير كيما هذوما؟ واش راح لك انت في يديا الى شابين ولا ماشي شابين؟ فهمتيلي؟ هذه اونتر بارونتيز برك جواب على هذاك التعليق اللي جاني شحال من خطره. دونك نكملو. بعد ما نحينا هذاك الشوك كامل، نغسلو القرنينه تاعنا ونقطعوها هكذايا قطع صغيره. كاين في بعض المناطق يقطعوها اكبر من هكذايا، بصح انا نقطعها غير هكذا قطع صغيره. نعاود نغسلها ثانيك ونفورها، لازم تفور. كاين اللي يديرها في الماء يغليها في الماء، انا نفورها مده 20 دقيقه، باسكو هي يعني تبطى شويه باش تطيب. نفورها وبعد ذلك نديرها في لاصوص، نديرها شويه ملح، نفورها لمده 20 دقيقه. من جهه واحده اخرى نوجد لاصوص، ندير شويه زيت. هذا الطبق اقتصادي وثانيك صحي جدا. ندير بصل، ندير كلش مع بعض، يعني بصل زيت شويه حميصه مع لي زيبيس اللي ديروهم. انا درت فقط فلفل اسود مع الكزبره اليابسه، زيد طوماطيش تاع الحب ولا طوماطيش تاع كونسونطري طوماط يعني المصبره، ونزيدو نقليو كلش. هذه هي بعد ما نقليو نديرو لهذا الكزبر اليابس، نزيدو نديرو الفلفل الاسود. نزيد نقولكم شكرا على التعليقات المحفزه، ان شاء الله برك ما تنساوناش باللايك. هنا راني نوجد ندير طوماطيش، ندير الطوماطيش تاع الكونسونطري طوماط يعني المصبره، ونزيد الى عندك طماطم تاع الحب ايضا. نقلي كلش مع بعض، ثم بعد ذلك شويه لحم الى عندك لحم، باسكو هذا الطبق يجي بنين باللحم. ثاني كي لا ما عندكش نورمال يعني، هذه شويه برك، نزيد نحطها على النار ونقليها شويه حتى يولي يعني
حتى بعد نمرق بقليل من الماء باسكو هاد لاصوص طيب فيها الكارنينه هذيك اللي نفوروها. نجي واحده اخرى ندير طعام بالشعير. هذه هي الطريقه اللي ندير بها طعام بالشعير. انا ما نغسلوش نشمخو برك لانه هاد الطعام ما يحبش بزاف الماء. نشمخو بكاس تاع ماء. هاد الكميه ديالها كاس صغير تاع ماء نخليه ينشف. هاد الطعام طبعا كسكسوس سمزين هو طبق كما يقولوا صحي جدا جدا. كسكسو نباتي هو طعام بالكسكس بالقمح الكامل. هذا هو طبق صحي كسكس صحي يعني كل شيء جاي بالشعير ولا بالقمح الكامل هو اللي فيه بزاف الالياف اللي فيه مليح للهضم. بعد ما فارت معايا القنينه هذيك نديرها الان في لاصوص تزيد طيب. نزيد نطيبها في هذيك لاصوص فوالا. ندير لها نص ساعه ولا باسكو هي تبطى شويه باش طيب. اما بالنسبه للطعام السكسو نفوره التفويره الاولى. بعد ذلك فوالا نديرو يفور مره واحده. بعد ما فار المره الاولى نشمخو بالماء يعني كيما نديرو الطعام السكسو العادي يعني ما فيهاش برك. هذا الطعام ما نشمخوش بزاف ما يتشمخش بزاف. يعني هنايا درتو خلاص التفويره الاولى. الان ندير الملح وشويه تاع الماء شويه برك ماشي بزاف. نعاود ثاني نشمخو ونخليه ينشف. لازم ينشف شويه باش نعاود ندير له نفورو لا دوزيام فوا. فوالا فوالا هذه هي. نخليه الان ينشف ونعاود ندير له التفويره الدوزيام. قلت لكم هذا السكسو اقتصادي جدا وثانيك بنين بزاف وطعام تاع الشعير يشبع يعني تاكلي شويه وتشبعي لانه فيه الياف فيه بزاف لي فيبر. هذا هو الغذاء الصحي. الان راني نديرو في الكسكس باش يزيد مره واحده اخرى لا دوزيام فوا يفور خلاص. ما لا دوزيام فوا خلاص يكون طاب. نديرو زوج تفويرات فقط. فوالا بعد ما فار لا دوزيام فوا هذيك النتيجه يجي هايل بنين بزاف بزاف. بعد ما يبرد ندير له زيت زيتون. حنا ندهنو بزيت زيتون بيان سور لازم زيت زيتون. هاوليك شهيتكم في الجنه ان شاء الله. سمحوا لي البنات ولا النساء اللي راهم يتوحموا. خلاص نقلبوا هكذا وندهنوا ونخليه. بالنسبه للصوص نخليه كاين اللي يخليها حتى تشرب كامل بزاف يعني تشرب لاصوص. انا خليته بشويه بالماء تاعو. هاوليك جبني يشهي ان شاء الله تسيو الطريقه. رغم بساطه هذا الطبق الا انه بنين بزاف بزاف. على بالي باللي ناس القبائل كامل يحبوا هذا الطبق يعني ناس بكري رغم انه كانوا ياكلوا من الطبيعه وبسيط الاكل تاعهم بسيط جدا الا انه عفوا الا انه بنين واقتصادي وصحي وكامل الفيتامين وكامل الالياف كامل في هذا المأكولات التقليدية. ان شاء الله شاهدكم في الجنة. ما تنسونيش باللايك. الى اللقاء.